السلام عليكم، أنيس كيراما، مهندس مغربي في مجال الإلكترونيات المتميزة والاتصالات، حاصل على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الابتكار والاختراع، ومبتكر هذا لو تيشيرت انتيليجون اللي كيحمي الأبناء ديالنا من أخطاء الاعتداء والاختطاف. المشروع جاء على ضوء هذه الأخبار الأخيرة واللي شفنا فيها بتأثر كبير وفاة طفل عدنان، وكذلك مجموعة من الأخبار اللي كتبين لنا أنه مجموعة من الأطفال اللي تم الاعتداء عليهم وتم اختطافهم، هنا يحيز في النفس. وبما أن مجموعة من الأعمال أو الابتكارات اللي كانت عندي كان ذات طابع إنساني وكان ذات طابع اللي كتحمي الإنسان، هذا هو التوجه ديالي في أبحاث، فقلنا لما لا نساهموا في الحد من هذه الظاهرة هذه عن طريق هذا السيستم ديالنا. هو واحد لو تيشيرت انتيليجون اللي كيمكن من تتبع الاطفال ديالنا عن طريق لو سيستم جي بي اس انتغري. ماشي هذا هو الحاجه الوحيده اللي كاينه، لانه غادي نقولوا انه كاينين دي براسلي، كاينين دي مونتر اللي فيهم لو جي بي اس ونقدروا نديروهم لوليداتنا، لكن لو سيستم ستان تيشيرت سو فيتمون اللي كيتلبس تحت الملابس ديالنا، اللي كيمكن الوالدين من انهم يعرفوا واش الابن ديالهم لي اون دونجي ولا لا، واش معرض لاختطاف ولا غير كيلعب مع الاصدقاء ديالو. الوغ هنا بمشاوره مع مجموعه من الاطباء اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، اللي عطاونا مجموعه من الاشياء ومجموعه من المعلومات اللي كتمكن من اننا نعرفوا الابن ديالنا والحاله النفسيه ديالو. فهاد لو سيستم، هاد لو تيشيرت هذا كيمكن من قياس دقات القلب، وكيمكن من قياس لا فريكونس دو ريسبيراسيون ديال الابن ديالهم، اضافه الى مجموعه من لي باغامتر اخرين اللي بهم كنبنيو واش الولد غير كيلعب ولا الولد راه بصح مريض اولا بصح اون دونجي. فمني كي لو تيشيرت ديتكت كو لونفون ديالهم عنده ان دونجي، كيدير ان ابيل تليفونيك الوالدين ديالو، وكي اكتيفي لو ميكرو اوتوماتيك اللي ان ميكرو لي انتغري في لو تيشيرت، وبه كيبداو يسمعوا ما يدور حول الاطفال ديالهم، وكي تبعوه عن طريق لوكاليزون جي بي اس فيو اون ابليكاسيون لي ديليفري بار داك لو تيشيرت، وممكن انهم يقدروا يتقلوا الولد ديالهم في اقرب وقت ويتبعوه ويعرفوا المسار ديالو. علاش اختاريناه ان تيشيرت سو فيتمون؟ لانه غادي يكون تيشيرت اللي بحال جميع لي تيشيرت اللي كيلبسوا الاطفال تحت لي فيتمون ديالهم، يعني يقدر من الفوق يلبس اي حاجه اللي بغا، يعني ماشي ضروري يبقى لابسو يوميا ويبان به، غادي يكون لتحت ويلبس فوق منه الحوايج ديالو العاديين، وهو غادي يخدم الخدمه ديالو. على سو فيتمون لانه غادي يكون قريب من الجلد، قريب من دقات القلب، قريب من التنفس ديالو، يعرف لي باغامتر اللي كنعبروهم، وما غاديش يثير الريبه ديال داك المختطف، لانه الا كان داير براسلي ولا كان داير مثلا اي مونتر كلشي ولا عارف الشكل ديالهم. ابسط حاجه انه غيتخلص منهم ببساطه، لكن الا كان لابس ان تيشيرت سو فيتمون من الفوق ما غاديش يعرفوا واش لابسو بعدا ولا ما لابسوش. دونك هاد الفكره بحد ذاتها غتخلي المختطف يفكر واش هاد لونفون واش لابسو ولا ما لابسوش، يعني غتولي ياخذ واحد الخطوه للوراء عاد باش يفكر في انه يعتدي على الطفل. ثاني حاجه هو انه ما يقدرش انه يحيدوا ليه في الشارع العام، انه غادي يثير انتباه ديال الناس، والا بغى يديه لواحد المكان ويحيدوا ليه فحنا هذاك المكان ديك المده راه حنا صيفطنا لا نوتيفيكاسيون للوالدين ديالو وراهم متابعينه، ممكن انهم يوصلوا ليه قبل ما يوصل لذاك المكان اللي هو بغى يدي ليه الطفل ديالو. بالنسبه للثمن، حنا ما عندناش المهم هو الربح المادي، المهم هو نعتقوا الابناء ديالنا، المهم هو ان لو سيستيم يستافد منه اكبر عدد ممكن ديال الشباب، كوسوا مغاربه كوسوا اترونجي، ان هذه الظاهره ما كايناش غير في المغرب، كاينه في العالم باسره. فحبذا اننا نستعملوه في البلاد ديالنا هي الاولى، ويستعملوه معظم الشباب في جميع شرائح المجتمع، فبهذا يعني غنحاولوا اننا يكون اقل ثمن ممكن، اقل تكلفه ممكنه نقدروا نبيعوه باش يستافدوا منه الناس كثير، وما نعرفوش نحدوا من الاخطار هادو. ما كيهمناش الربح المادي بالاساس، اللي كيهمنا هو ان المنتوج يوصل للناس.